تجربة في مسلسل متشاف وصلنا لثلاثة ملايين ونص مشاهد في الحلقة. ركورد. فما حاجات تبدلت في علاقتك على قلب الجمهور ولا ليه؟ تفرشيكا نجم نقوله جديدة. معناتها بعد اللي خدمته قبل أول ما بديت نمثل معناتها نقوله هذايا الفترة الثانية بلكش دوزيام سوفل اللي جاي بالعمل هذايا. كنت عمل جماهيري معناتها بحت دونك عمل كبير ياسر قمنا به وجماهيريا كان محبوب. كنت محتاج لها تفرشيكا هذه؟ كنت نستناها بلكشي خطر في فترة من الفترات حسيتك كلي حبيت تبعد. اي نخير قلت لك يبدا معناتها نخير نبعد ناخذ وقتي جو برون دو ريكول بارابور لا سيتواسيون ولا ما ثماش اعمال هكا ترتحني ولا تفرشكني كيما نقولوا دونك نخير اني نقعد في بلاستي كو نمد وجهي سامحني في الكلمه ما نحبهاش اما كو نحضر في حاجات اللي انا ما تخلينيش نبيع روحي معناها. المطلوب رقم واحد بالتوانسه الكل رمضان 2023. ما عندي حتى موقفي ماهوش واضح معناتها من العمليه كل حاجه تفرح وما تفرحش او ميم تون مي بون نقول جماهيريا معناتها بالحق مطلوب وذا يدل على نجاح العمل. توانسه متحالفين فيك؟ اي نعرف. وقت اللي كان يتسأل شكون عمل العملة لابد انت سيتك شنو لابد انا في الدار لابد معناتها احنا حتى نتفرجوا معناتها ساعات في العائلة نشوفوا فطرنا اون فامي معناتها خالتي ولا رجل خالتي ولا امي يبداوا يسألوا نقول لهم اللي انا ما عندي حتى فكرة على السيناريو اللي انا نخدم كان في الحاجات اللي نعرفهم ويبداوا نبدا نتناقش معاهم على شنو هما لي زوبسيون ولا الاحتمالات اللي نجموا يكونوا موجودين. شكوا فيك داركم ولا ليه؟ ظهر لي مثلت عليهم بالقدا اللي معناتها لدرجه انه ما شكوش فيا معناتها شكوا في الناس الكل كان في انا تلما كنت معاهم زاده في زعما شكون وزعما معناتها نتناقش معاهم في الموضوع وكان عندهم معناتها وجهه نظر انتريسونت معناتها. الحلقه الاخيره كيفاش كانت؟ كانت بالنسبه لي نستنى فيها معناتها الحلقه الاخيره باش فينالمون او كيما نقولوا لا سوريز سور لو جاتو. شفنا علاقتك بامل انك جاتك برشا فرص باش تستفرد بالطفله هذيك. علاش مع رحمه بناء علاقه ومع امل هو ما حبهاش تصير ولا القدر ما حبهاش تصير؟ انا نصور اللي في شخصيه عبد القادر كدير معناتها الضوء الوحيد مع نقطه الضوء الوحيد هي امل الوحيده هي امل معناتها كان كمل حتى مع امل بلبزها اكثر من هكاكه كانت تولي بالكشي معناتها نقتلوا الشخصية، فهمت؟ تولي الشخصية ياسر مونوتوني، ياسر معناتها سوداء منطقية سوداوية، معناتها تولي حتى بالكش بلغة غير منطقية، دونك نتصور بسوسن كي كتبت هي وسندس معناتها حبوا على الأقل أمل تكون هي الأمل معناتها في كادير، خاطر صلحته شوي، خاطر مسدته في بلايس ما مسوش حاجات جراف أكثر من هكاكا، تصور أنت من غير أمل كان ينجم حتى يعمل عمايل أكثر من هكاكا معناتها. يا ستار استر. يا ستار استر، فهمت؟ تولي عادة مشكلة كبيرة. دونك يبدو أنه أمل جات باش pour apaiser voilà pour apaiser la tension pour apaiser le caractère اللي هو شرير برشا معناتها اكسيسيف نتاع كادير اللي نعرفوا انه سلسله الجمله تتعمى ديما تخبي الحلقات الاخرى حتى على الممثلين القراب منها والابطال انت اليوم بين الابطال نتاع المسلسل ما نعرفش سلسله مدتك سيناريو كامل خبيت عليك الحلقه الاخرى شو اللي صار؟ هو انا في الحقيقه ما خذيتش سيناريو كامل معناتها كيما الممثلين الكل ما خذيتش سيناريو كامل، باغ كونت حكيت لي معناتها ساوسن عطاتني لي غروند ليني هذايا من الاول، حكيت لي شنو شكون الشخصيات، شنو هو المسلسل كيفاش باش يكون، شنو هو الاحداث اللي فيه، معناتها حكينا بالكدا معناتها قعدنا قعدات مطوله حكينا فيه. تعرفوا كيفاش يوفى كنت؟ بالطبيعه مادام انا فيه معناتها مادام انا معناتها اللي امبليكي في الحلقه بيان سور لازم يكونوا يعرفوا. قد تكون في اخر وقت بدلت راهو عندها كالتراويح. لا انا الحقيقه الحلقه الاخرى جاتني بعد جمعه ولا 10 ايام اللي حكينا معناتها مازلنا ما بديناش نصوروا ولا بدينا نصوروا سامحني بدينا نصوروا ايامات وجاتني الحلقه الاخرى اللي فيها الاحداث المهمه معناتها الكل. توقعت انه الحلقه الاخيره ستثير كل هذه الضجه؟ الحقيقه اي كنت نستنى فيها ما بيان سور حتى لي زاتونت كانوا اقل شويه من اللي صار فهمت خاطر الشكوك الحقيقه كانت برشا مفرقه بين برشا شخصيات. القائم العام المدرس خليل جميل ونوح معناتها هذوما لي زوبسيون اللي حتى قلت لكم على العائله معناتها كانوا هما اكثر في زعما مره نوح مره القيم العام مره واللي زاد تلفنا شويه هكا واللي زاد نجم نقول بعدنا انه رحمه ما تقابلتش مع كادير في حتى سيكونس ما تقابلت مع رحمه
تقابلت حتى مع مرام، تقابلت مره وصلت رنيم للدار، اما رحمه فريمون ما تقابلت معها في حتى سيكونس، وكان هذا بالذمه باش ما معناتها باش هي صعيبه، معناتها سهله وصعيبه انك ما تقابلهاش، دونك نجم الشكوك تحوم على كدير كيما تنجم تحومش جم. شو يبعثوا لك الناس؟ قبل الحلقة الأخرى وبعد الحلقة الأخرى؟ نبدأ قبل الحلقة الأخرى. هو صدقني رأو الحلقة الأخرى هي عملت برشا ضج علي أنا على شخصية كادير، ومعناتها سبين بين قوسين معناتها كبير ياسر، أما حتى في وسط المسلسل أول ما بدأ معناتها كانت الكومنتيرات والمساجات كل سلبية معناتها لشخصية كادير، ثم نسبة تقول لك نعرف اللي تمثل أما راني كرهتك وما يجيش، ثم عبيد متحمسة بزيد، وثم معاش لموضة جديدة بالكشي يبعثوا دي ميمو فوكو، دونك يجوني باصوات العباد يسبوا فيا وعلاش هكاك الصغار، وهم يحبوا يخرجوا مينوريت ويحبوا يبعدوا على الفساد هذاك، وانت ما تخليهمش وتشوف شرب ايش باش يعمل فيك وبرشا حاجات من هذا. ضحيه ولا هو سفاح؟ والله نصور كدير في المسلسل الكل وبصفه عامه ومطلقه مستحيل نجم يكون ضحيه، معناتها ما ثم حتى شيء حتى خلفيه تنجم تبرر عمل من الاعمال اللي عمل بهم اللي قام بهم كادير، معناتها جاب ربي سيد لافيكسيون، خاطر شخص كيما كادير ما لازموش يكون حي معناتها ولا يكون عنده مساهمه في المجتمع. ونجم نقول انه اول مره تخرج من منطقه الراحه والرفاهيه نتاعك، راك طفل الرزين العاقل متربي ولد العائله، شفناك في نعوره الهواء في تاج الحاضره، وكانك انت فديت منهم الادوار هذوك. حقيقه اي في فتره معينه معناتها حبيت نخرج، هو خاطر الزون دو كونفور اللي تحكي عليها بلكش، انا الزون دو كونفور نتاعي اني نخرج من الزون دو كونفور، معناتها حبيت بالحق، جيت بيريود وليت ما عادش تعجبني برشا الاتيكيت اللي لصقت لي للطفل المهذب، وحسيت اللي كان باش نكمل في الاتجاه هذاك باش نقعد بالحق باش تولي اصعب التخلص منها، معناتها بيولي مجهود لازمك مجهود كبير باش تتخلص من الاتيكيت اللي عطاوها لك، وخاصه الفيزيك نتاعك اللي للمخرج اللي ما يحبش يجتهد برشا يلقى كل شيء حاضر قدامه، معناتها وليد نظيف بوغوس في سامي يحطه في الكريش، كانت مغامره وجراه من عند سوسن انها تخرجك وتحطك ديلور، لانه ديجا فما ناس حتى على الشكل ما يجيش ديلور هكا، معناتها انا ديجا على سوسن معناتها بالحق نشكرها على الاخر على التقميره، خاطر تحب ولا تكره تقميره باش تخرجني بعد 8 سنين ولا 7 سنين سبع اعمال كبار نخدم فيهم بنفس البروفيل، انها تاخذ ريسك باش تخرجني من معناتها من البروفيل هذاك، حاجه نشكرها عليها وامنت بيا بالكش اكثر حتى من اللي انا امنت بروحي في وقت معين، دونك نشكرها على هذا. وصحيح اللي برشا يقول لك كيفاش ديلور وعينيه زرق وشعر اصفر، بون نجم نفهم اللي العباد استانسوا بكليشي معين ولا استانسوا باك بنوعيه معينه نتاع في المسلسلات في الفيكسيون، معناتها انه لازم ديلور يكون مشلط ولا لازم ديلور يكون هكا باندي كل شيء، مي بون ان شاء الله نجمت نكسر فكره لي كليشي هذوما واللي فينالمون ديلور ولا حاجه اخرى، نجم معناتها الفيزيك ما عنده حتى علاقه، خاطر فينالمون الفيزيك مش هو اهم حاجه، فهمت؟ والفيزيك معناتها الفيزيك انه واحد شعره اصفر وعينيه زرق عمره لا كان روبير باش يكون انسان باهي ولا شرير ولا عاقل ولا ليه، معناتها الفيزيك نورثوه ما عندناش فيه حتى دخل، بينما الطبيعه والخدمه فوالا هذيك اللي نتعلموها هذيك، معناتها انا جو بريفير انهم يشكروني على طبيعتي ولا على خدمتي ولا على اللي نقوم به المجهودات اللي نقوم بها باش نحسن من روحي كو على الفيزيك انه بوغوس وكهو، معناتها وتصويرها تكسرت بشويه بشويه على خاطر تعودنا بك. شوف الكحوليه اللي في تصرفاته صبغت على وجهه، ما نعرفش كان انت تحس بكميه السم اللي فيك. شخت الحقيقه شخت فيها شخت وانت تتصمم وشخت وانت تعمل في اي خاطر في الدنيا اسمع خاطر اسمع التمثيل يعطيك مساحه نجم تلعب فيها تكون بعيده عن الدنيا، معناتها انا في الدنيا راني بين قوسين الطفل المهذب النجيب اللي عاقل وكل شيء، دونك تعطيني انا مساحه باش نوري انا شنو نجم نخرج حتى انت تكتشف روحك معناها، دونك بالحق بالبرول كادير شخت على الاخر اني خرجت من المعمول به من انا من محمد مراد نتاع الدنيا.